معانا الأستاذة شهيرة، فنانتنا الجميلة اللي كنا طبعا بنحبها. يا أستاذة شهيرة، أهلا وسهلا بحضرتك ومشرفانا. اهلا وسهلا يا استاذ عمرو، ازيك حبيبي؟ ازاي حضرتك؟ يا ربنا يخليكي. يعني اعتقد يعني المسرح من احب الاشياء كانت الى قلب استاذنا محمود ياسين، فلما يجي امبارح هذا التأبين وهذا الاعتراف بالجميل ورد الجميل للاستاذ محمود، فاظن ان ده يعني اسعدكم واثلك صدوركم كأسرة. بص، انا عايزه اقول لك ان يعني محمود عشقه يعني الاول كان المسرح، واساسا لما جه من بورسعيد كان يعني بيطمح وكل اماله ان هو يقف على خشبه المسرح القومي ولو بجملتين ثلاثه. وبعد كده لما عملوا يعني اختبارات لخريجي الفنون المسرحيه والجامعات، هو اتقدم وطلع الاول في الامتحان. وبعدين بعد كده بقى يعني بدأ يعني يشتغل طبعا بطولات كبيرة، طبعا علامة في المسرح المصري، وبعد كده بقى مديرا للمسرح صحيح. القومي. وكان ليه؟ لأن هو عشقه الأول المسرح، يعني ما كانش بيفكر نعم، يعني أو يتخيل إن السينما هتخطفه من المسرح بالشكل ده. الملاحظة في المسرح عشان طبعا يبقى من أهم نجوم طبعا، السينما العربية. وكان بالتأكيد يعني لازم التوقف مع ذكرى المسرحية طبعا، يعني بالأمس في المهرجان يعني. طبعا يعني طبعا يعني انا بشكر طبعا إدارة المهرجان أستاذ يوسف ورئيس معانا على الهوا المهرجان. بالمناسبة. افندم، أستاذ يوسف إسماعيل معانا على الهوا. اهلا وسهلا يا استاذ يوسف. انا بقول يعني بشكره أنا آسف، بشكل معلش. خاص، أهلا أهلا وبشكر أهلا طبعا أهلا وسهلا معالي بنجمتنا. الوزيرة إيناس عبد الدايم وكل القائمين يعني على عظيم. المهرجان، على اللافتة الطبيعية. مش هقول انهم نعم يعني في حاجة زيادة، هو ده الطبيعي مظبوط، وده نعم صحيح المفروض، يعني صحيح، ده حقه رغم طبعا إقامة محمود ياسين طبعا كمسرحي. طبعا يعني طبعا ده غير ان طبعا المسرح القومي قبلها بيوم برضو عمل صحيح احتفالية كبيرة جدا مظبوط جدا صحيح جدا. انا بشكر برضو كل إدارة المسرح صحيح. القومي بقيادة الفنان إيهاب فهمي، وبشكر البيت الفني للمسرح بقيادة الأستاذ إسماعيل مختار، وبرضو ورئيس قطاع الإنتاج الثقافي. وهو ده واجب على الجميع الحقيقة في يعني الموقف ده، كلنا نقف احتراما وتبجيلا، وفي نتذكر دايما فناننا القدير والكبير الأستاذ محمود ياسين. وأنا بشكر حضرتك الحقيقة، وبتمنى لحضرتك والأسرة الكريمة يا رب كل خير. شكرا جزيلا، وشرفتيني أستاذ شهيرة بمداخلة حضرتك، شكرا جزيلا ليكي. تعقيب أخير من الأستاذ يوسف، اتفضل يا فندم. أنا عايز أوجه التحية أولا للأستاذة شهيرة قبل ما تسيبنا على الهوا، أوجه لها تحية شكر وتقدير. وعايز ألفت الانتباه إلى أن المهرجان القومي للمسرح كان واخد قرار تكريم النجم الكبير الراحل محمود ياسين قبل الوفاة ب3 شهور. الحقيقة إحنا كمهرجان كنا واخدين قرار سبحان هذا الله. التكريم قبل وفاته ب3 شهور، لأن محمود ياسين قامة كبيرة، قامة فنية عظيمة. محمود ياسين ابن المسرح القومي، طبعا محمود ياسين الذي بدأ حياته من داخل مسارح مصر، من داخل المسرح القومي تحديدا، وبعد كده بقى نجم كبير في السينما صحيح والتلفزيون، ثم عاد مرة صحيح أخرى مديرا لفرقة المسرح القومي. فالحقيقة إحنا كمسرحيين وكفنانين نعم بنعتز بشكل كبير بقامة كبيرة زي النجم محمود ياسين. وأنا الحقيقة بشكركم شكرا جزيلا، وشكر طبعا خاص لحضرتك على كل هذا المجهود، وإن شاء الله تكون دورة ناجحة لأنها دورة مميزة حتى في مناسبتها. شكرا جزيلا الفنان الأستاذ يوسف إسماعيل رئيس المهرجان القومي للمسرح، متشكر جدا.